مواقف كتيرة بالحياة منكون فيها مع أصدقائنا ومنشعر فيها بالفرح والسعادة أو الملل ببعض الأوقات، بس الوقت الوحيد يلي منستمتع فيه فعلياً هو مع صديقنا المقرب يلي بيتميز بخفة الدم وإلقائه للنكت طول الوقت. ولكن البعض من الأشخاص ممكن يبالغ بإلقائه للنكت لدرجة مانا طبيعية وبشكل مستمر وبيمزح حول أي شيء وكل شيء، وحتى لو ما حدا ضحك أو أعطى تعليق بيستمر بجو الفكاهي، وأحياناً بيصير بيزعج نفسه وبيؤذي الناس بنكته اللامنطقية. والشي اللي ما بيعرفه كتار من الناس بأنه هذا التصرف يعتبر اضطراب وحالة قهرية ممكن تكون نتيجة لمشكلة بتركيب الدماغ. ويتزل سوكت أو حالة المزاج المرضي وإلقاء النكت القهري هو اضطراب عصبي بيدفع الشخص للمزاح والإفراط بقول النكت غير المناسبة وغير المضحكة على حد سواء. وبحسب بعض الدراسات فإنه هاي الحالة بتحدث نتيجة لسكتات دماغية أو ارتطام الرأس من الجهة الأمامية للجانب الأيمن من الدماغ، وهالشي لأنه الفص الأمامي من الدماغ هو المسؤول والمتحكم بالصفات الشخصية وحس الفكاهة عند الأشخاص. وأي شيء بيصيب هالمنطقة رح يأثر على المزاج ومراكز المتعة بالدماغ، لهيك ممكن يصابوا بالضحك القهري وأيضاً بفرط النشاط الاجتماعي أو اضطرابات بالتواصل. الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب بيعتقدوا أنه النكت مضحكة ومرحة، ولهيك بيستمروا بإلقاءها لساعات، وبالمقابل هن بأنفسهم ما بيتأثروا بالنكت يلي بيقولوها الناس. وعلى الرغم من تحديد أسباب حدوث هالحالة، ولكن إلى اليوم ما في علاج محدد لإله، ولكن الدعم النفسي المستمر للمصاب والشرح المتعمق لإله بالحالة يلي هو فيها ممكن يخفف من هالاضطراب وبيساعده على تخطيه.